السلام عليكم شوبي ديزات كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزات. فانك ما ننساوش نترحموا على شهدائنا شهداء الجزائر، وفانك ما ننساوش باش نقول لكم عاونونا في لي كومونتير. انتوما اللي راكم توصلوا كلامكم لاعلى غرف في الدولة. الشعب نقول لكم الدولة تسمع كلمة ما يبغيش هذه الهضرة، بصح هذه حقيقة لازم نقولها. الدولة تسمع للشعب، الدولة تسمع لشعبها. قاسلي بين الدولة والشعب يكذب عليهم، يكذب على الشعب. أما الدولة تسمع ديرك للشعب، اللي في الدولة ما يسمعوا ديرك للشعب. أما للشعب أهدر وصل كلامك، ربي دار ناس باب الله. وصل كلامك في لي كومونتير، كاين ناس اللي يقراوا لي كومونتير، وصلوا كلامك. لازم كل واحد يدير موضوع في الكومنتات، اكتب دير موضوع، اعطي الاراء تاعك. ما تعايرش ما خلي اللي بيعايرني خلي يعاير، بس اعطي الاراء تاعك. حنا نعرفوا كي نردوا على ذوك الناس. اعطي الاراء تاعك، معليش اكتب، اعطي الاراء، دير موضوع. معليش كاين الناس اللي يقراو، كاين الناس لاهيين لهذ الصوالح. حنا رانا في لازم الحملة تاعنا تخليها تصدي اتحادية تصدي برحمة الوالدين. هذه لازم تمشي، هذه الكلمة لازم تمشي. يعني عارف شنو نقول لكم، لازم تمشي، خليها تصدي اتحادية تصدي حملة كيما هما داروا حملة ضد لاعبي المحترفين، داروا حملة ضد الحاج محمد راورو، داروا حملة ضد الشعب. الشعب باغي كرة قدم، الشعب باغي فريق وطني. هما جاوا ضد الآراء تاع الشعب وغلطوا الشعب، وغلطوا كما يقول لك الرأي العام. بدلوا الرأي العام بمساعدة مرتزقة وهما صحافة، أحقر صحافة في العالم. هذو تاعنا اللي هنا أحقر صحافة، اللي ما عندهمش ذمة الرجال، مكاش ما عندهمش شخصية. ريح جاي من يجوا معاه، ريح ولا من يولوا معاه. على ذلك احنا هاد الناس وهذا زتشي لازم نكشفوا المخطط تاعو، ولازم نكشف حاكم مدان المخطط تاع حاكم مدان مع زتشي. كيفاش من هالي جا هذا حاكم مدان يعطينا البرنامج تاعو، يعطينا اللاعبين المحترفين وين راهم. ترك ماناجير، اعطيني المحترفين وين راهم محترفين. مازال ما جبتش ولا لعاب، مازال ما اتصلتش ولا لعاب، مازال ما شفتش ولا لعاب. يعني انت كيف انت راك ماناجير تاع فريق الوطني، اعطيني انت لعاب. انتوما المخطط تاع بلاكار راكم تطبقوا فيه، المخطط تاع بلاكار راكم تطبقوا فيه في تو تلعب في تو كيما نهالي. وتصريح خاطئ اللي دار هذا زتي، تصريح خاطئ، سمحوا لنا، تصريح خاطئ اللي دار زتي تاع مي قال لهم ما جراح اللعابه المحترفين لازم يجوا يلعبوا بالقلب. علاه انت يا المحليين تاعك خسروا مع السعوديه فريق يلعبوا بالقلب، خسروا مع الراس الاخضر فريق يلعبوا بالقلب. اعطينا اللي يلعبوا بالقلب، اعطينا هذو اللي يلعبوا بالقلب. هماك تاعك لعبوا بالقلب، الا لعبوا بالقلب واش لعبوا كونت السعوديه، كنت سعوديه لعبوا باللي بالشيخ قال لكم باللي فريق ضعيف، لعبوا بالقلب فانك ربحوا. هاكو ربحت، ما جاش قلب، مكاش كفاءه. يعني كنا نقولوا في اول ماشي ماجر، الناس ما بغاش تلعب مع ماجر، ما بغاتش ماجر، ماشي اللعابه ما بغاوش ماجر. خاطر محرز كان يجي، بن طالب يجي، ايه هما يجوا. يا الخطه مكاش، هذو اللعابه محترفين يبغي تعطيه باري كري في الصبورة، قريه على الخطة، ماشي غير هاكا. ماشي تقول لهم العبوا على وجهي، ها انت ترقد يعبسوا على وجهك، ولا كي يلعبوا على وجهك، كي يقيسوا البالو فوق وجهك يقعدوا يلعبوا، ولا كي حاطينا كيفاش. على هذيك ما تقولش بلي ما جراح هيا كي تجوا لهنا روحوا العبوا بالقلب. يا ودي وهذو هنا يلعبوا بالقلب، ها سقم هدرتك وسقم روحك. انت ديجا انتيا من 10 تاع الصباح تاع 8 تاع الليل، من خرجت ديجا في راسك ما عندكش اونترينر باش تجيب، بغيت تروح تجيب اونترينر فاشل، بغيت تروح تجيب اونترينر فاشل اللي خرج من الدور الاول، بغيت تروح تجيب اونترينر فاشل اللي خرجوا من الادوار الاولى. روح جيب التونسي، ها راك صحيح، لا بغيت تجيب التونسي روح جيبه. روح تبع رونار يا الشعب الجزائري، راني نقول لكم هذا رونار اكبر فاسق عارفه في مجال التدريب، اكبر فاسق. انسان تاع خمر، انسان تاع نساء، ويتبع الاطفال الصغار في النهار، يتبع النساء وفي الليل يتبع دراري.
ايا ديور كيما ربطو تفهموها قاسمي، قلت مخناتي كي اللي قال لي هاو نساء مخناتي، لا يتبع النساء ويتبع الذراري ويشرب الشراب فاسق. الحاج راه وراه ما بغاش يجيبها، الحاج راه وراه ما بغاش كاي يهدر معاه، ماشي ما بغاش يجيبه هو ولا يعرف في روحه. الحاج قال له اقعد كيما راك، الحاج عنده السي في تاعه، عنده السيره الذاتيه تاعه، باللي الانسان يتبع زراري ويتبع النساء ويشرب الشراب. هيا باش 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 والله العظيم انا نقول لك خويا، انا نقولها لك، هو ما بغاش يتصل به خاطر عارفه باللي الانسان فاسد، يتبع زراري ويتبع النساء ويتبع الشراب. انا نقول لك، انا نقول لك عليه، انا هو انسان بيجيبوا لنا الخماج، هو هما مشي ناجحين بيجيبوا واحد يجي فينك يخسر كاع زلال كاع زلال اللي تريني عنده كاع. ها والله احنا عندنا شابي، عندنا شابي، عندنا كيما تاع ذاك اللي يلعب فيه لو هارف، عندنا بزاف، كاين بزاف، ها بزاف من الشيطان ويجي لهم من نورو يخلص 17 18 مليار في العام. ساعة غلط قلت 17 18 مليار في العام، وزيد يخلص مليار و500 مليون. انتوما انت زاتي ما بين الكاراس وما بين ماجر راك خاسر 200 مليار، راك خاسر 200 مليار بيناتهم. وهنا نتكلموا، نخشى ان المنطق الاعوج، المنطق الاعوج المستمر في تسيير، وحتى بعد رحيل ماجر، لطالما ان لطالما ان الرئيس الاتحاديه، وبدل من الحديث عن اسماء اسماء معينه، زعما يتكلم على اسماء مدربين، يقول لهم عندنا فلان فلان، ولا يخلي في راسه ما يخش للاخرى، ضمن اجندته لاستخلاف ماجر، راح يقول للصحفيين انه ينتظر انتهاء، سمعوا سمعوا شو قالوا، إنه ينتظر انتهاء الدور الأول من المونديال في روسيا من أجل الاتصال بمدربين فاشلين فشلوا في المرور للدور الثاني. فهل رأيتم المنطق الأعوج من هذا في تسيير الكرة؟ كما نعرفوا فانيك إقالة على رابح ماجر ما كانتش مفاجئة للناس اللي يعرفوا كرة القدم وللناس اللي يعرفوا هذا ساتشي، ما كانتش مفاجئة. إقالة رابح ماجر من التدريب المنتخب الوطني لكرة القدم لم تشكل أي مفاجأة للمتتبعين، بل إن هؤلاء هاد الناس الذين قاموا بإقالة ماجر، ماشي هما قاموا بإقالة ماجر، قالوا لهم قوموا بإقامة إقالة ماجر. على هذيك خاطر احنا ما تفاجأناش، احنا من نهار الأول نهار اللي هذا الصحافة كان يقول لك أعطوه الوقت، هذو اللي كانوا يقولوا أعطوه الوقت وين راهم؟ اللي كانوا يقولوا الماجر، كانوا يقابلوا الشعب، وكيما زين عامر كمال مهوي هذو كان يقول لك هذو ناس مخلصينهم باش يعايروا ماجر، كيما بالشيخ مي قال لهم بلي بالشيخ دروك راه يدير فيه تهديدات، قال لهم المدرب اللي يجي انطيح عليه، المدرب اللي يجي انطيح عليه، راه مقلعوا صاحبك اللي كنت تاكل عليه، اللي كنت تاكل عليه مقلعوه، راك بلا جناح، قلعوا لك جناح من زادوا لك اليوم، قلعوا لك جناح واحد اخر، رساله تفهمها انت وتفهمها انا برك، قلعوا لك جناح. اما لا هذه تاع اللي يجي نعطيه غادي تولي بحاسبه من بعد، كي تهدر تهدر بالادله وين راهم، كي بالك تاعك تعايد فيه انت، كو جيت تبغي الصح هذاك انت تاع القناه تاع الهداف، كو جيتو تبغوا الصح الجزائر، وكيما كنتو تقولوا بلي حنا وطنيين وكنتو تكذبوا للشعب، ديروا لنا التصويره تاع علي لابوانت الله يرحمه ويرحم الشهداء اللي من توما ما تعاوضوهش في قطره تاع الدم تاعو ما تعاوضوهاش، كنتو تلعبوها تبكو. اما لو هدرتو الصح، الا تبغوا الجزائر كو هدرتو الصح، ماشي تاكو الناس اللي ما عندهمش اللي كتافهم باردين، كنتو تاكو الناس اللي كتافهم باردين، لعابه دي زونترينر مساكين، دي بريزيدون مساكين اللي الله غالب عليهم، كنتو تاكوهم وتحقروا الناس. بصح عمرك لا تاكيتو الناس اللي تعرف بلي يقلبك يدخل عليك يدق دقك، كيما حكيم كيما جمال مناد وايغيل كانوا غير قاعدين، انت نعقل لك كنت تكريتيكي في كسموه نغيس، في تصواوت، في منصوري، في بوكره، كاع كنت تكريتيكي، شام يديروا غير قاعدين، شام يديروا شام. بصح عمري جامي شفتك قلت بلي ايغيل ومناد شتا ما يديروا، ما راهم يديروا والو مع ماجر،
جامي شتا قلتها بصح، يعني هادو من نادي يدخل يضربك غير يجي عندك يضربك، هذا يضربوك تهدر فيهم يضربوك، ما عندك الشجاعة باش كون قلتوا غير كلمة واحدة، كون الناس كانت تاكلة عليكم انتوما، كون قلتوا يا ودي إيه تسموه زاتشي وما جرهم الدين الجزائر الهاوية، بصح انت عجباتك ما بالشيخ عجباتك مريح خاطر على فوتبول الدقدق في الجزائر، لازم كاس الجزائر تحوس الدقدق الجزائر، تكره الجزائر مش انا عارفين على تكره الجزائر، وكل لعبتوها تقسموا الوطنيه، فلانه جاي بالقلب فلانه جاي بشويه قلب شويه شوف فلانه جاي شويه كبده شويه شاري شويه كبده شويه، ها والله كانوا يهضروا كيما والله لا كانوا يهضروا كيما هاك هيك بنادم، لا هذاك جاي بالقلب، لا هذاك بلا قلب، هذاك لا هذاك لا هذاك باباه ما عرفوها جاي بالقلب، لا الاخر مش جاي بالقلب، الاخر جاي بشويه شويه كلاوي، واحد جاي بشويه مقانس، واحد جاي واحد جايب لي زابا، واحد جايب لاصوص، واحد اي غادي كا وليتو كاع وليتو ما كاعش وليتو، حسبتو بلي الجزائر تاعكم وحدكم انتوما اللي تقسموا، هذه هي تحيه الجزائر، وحنا خليها تصدي اتحاديه زاتشي، وحنا كونت زاتشي، وزاتشي ما دامك انت رئيس اتحاديه ما كاش النجاح، والله وتجيب نقول لك نعاودها لك، تجيب 100 مورينيو ومئات كابيلو انشيلوتي قاتلهم قال لي زونتينال تاع الموند تحطهم هنا في الاتحاديه ويخدموا لك باطل ويعاونوك، والله ما تنجح، والله يا الرياضه والله يا الفريق الوطني ما ينجح، علاه والله ما ينجح، التسيير الكادر مخروب، الكادر مطرطق ما مشي قاد بروحه، تو يجي الريح يطيحها، هذه هي تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحيه اعلامنا والالوان الوطنيه، ولازم يا شفت لي تحية الجزائر صحيتو.